عبد العاطي يتوجه إلى اليابان للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا التيكاد. 25 شهيدا وعشرات الجرحى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. الجيش الأمريكي يدمر منظومة صواريخ تابعة للحوثيين ويعلن وصول حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط. نشرة أخبار 12 ظهرا تأتيكم من قناة النيل الأخبار. أهلا بكم. أهلا بكم. ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا اليوم من مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة. الاجتماع ناقش عددا من الملفات والموضوعات المهمة السياسية والاقتصادية. يتوجه وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي إلى طوكيو للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا التيكاد الذي ينعقد يومي 24 و25 من أغسطس. وأوضح المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد أن عبد العاطي سوف يعقد لقاءات عديدة مع نظرائه الأفارقة على هامش مؤتمر التيكاد. كما يعقد وزير الخارجية خلال الزيارة لقاءات رفيعة المستوى مع المسؤولين اليابانيين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الياباني ورئيس مجلس النواب ومستشار الأمن القومي لمناقشة سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية اليابانية. أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد 25 فلسطينيا على الأقل إثر غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مأهولة بالسكان في قطاع غزة منذ فجر اليوم. وكان نحو 30 فلسطينيا قد استشهدوا أمس وأصيب آخرون في سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منازل وخيام تؤوي نازحين وسط وجنوب قطاع غزة. وصلت إسرائيل ضرباتها التي تستهدف المدنيين في قطاع غزة دون تفرقة بين الأحياء السكنية أو المستشفيات أو مدارس الأطفال. فقد أعلن مسؤولون في هذا القطاع قطاع الصحة الفلسطيني أن غارات جوية إسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة قتلت 50 فلسطينيا على الأقل في الساعات 24 المنقضية. فقد استشهد فلسطينيان وأصيب 15 جريحا بينهم 10 أطفال في غارة إسرائيلية جديدة على مدرسة صلاح الدين التي تؤوي نازحين، فيما اتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس بإخفاء قاعدة لها في المدرسة. جاء استهداف مدرسة صلاح الدين بعد يوم واحد من عدوان إسرائيلي على مدرسة أخرى تؤوي نازحين في مدينة غزة أدى إلى استشهاد 12 فلسطينيا بزعم أن حماس تتخذ مركزا للقيادة داخل المدرسة. وفي مخيم للنازحين في بلدة بني سهيلة بخان يونس استشهد 7 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية. يأتي هذا فيما واصل الجيش الإسرائيلي إصدار أوامر الإخلاء في منطقة دير البلح المكتظة بالنازحين في وسط غزة التي لجأ إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين بسبب القتال. احنا اليوم بنسجل أهل الدير رقم 14 في النزوح، 14 مرة ننزح، شجاعية، زهرة، رفح، دير 3 مرات، قبل الدير خان يونس مرتين، طب لوقت ايش؟ من جانبها اعلنت حركة حماس ان مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال الاسرائيلي المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة، الامر الذي ادى الى مقتل عدد من الجنود الاسرائيليين. كما اكدت حركة حماس في بيان اعلامي لها نجاح عناصرها في الاستيلاء على طائرة مسيرة للمراقبة في مناطق شمال غرب مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة، مشير إلى أن خبراءها يقومون على تفريغ معلوماتها ودراسة تقنية الطائرة.
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم طول كرم بالضفة الغربية المحتلة إلى 19 شهيدا. الغارة التي شنها جيش الاحتلال تزامنت مع حملة اعتقالات ومداهمات شنتها قوات الاحتلال على شمال وجنوب الضفة الغربية، اعتقلت خلالها 25 فلسطينيا من بينهم امرأتان وطفل. وتشير تقديرات نادي الأسير الفلسطيني إلى أن مجموع الاعتقالات التي نفذها الاحتلال بالضفة الغربية بلغ 10,200 حالة اعتقال منذ 7 أكتوبر الماضي. في سياق متصل، يصل مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط بريت ماجورج إلى المنطقة في محاولة لإنقاذ مفاوضات صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة. ويسعى ماجورج لضمان عقد المحادثات المقرر عقدها في القاهرة واستمرار المفاوضات برعاية الوسطاء بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل لاتفاق. بعد انتهاء جولة بلينكين بمنطقة الشرق الأوسط دون مؤشر على اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، تعول الأطراف الدولية على أن تسفر محادثات القاهرة هذه المرة عن حدوث انفراجة في النقاط العالقة بين إسرائيل وحركة حماس في الحرب المستمرة منذ 10 أشهر على القطاع. عقبات جديدة تنتظر مفاوضات القاهرة، أبرزها رفض إسرائيل الانسحاب من محور فيلادلفيا، وكذلك منع عبور المسلحين لشمال قطاع غزة، وكذلك عدم الانسحاب من محور نتسريم. ومع استمرار الضغوط الدولية للتوصل إلى الاتفاق، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه من المرتقب أن يرسل الرئيس الأمريكي جو بايدن مستشاره لشؤون الشرق الأوسط بريت ماجورج للقاهرة في محاولة لإنجاح التوصل إلى هدنة. ووسط زيارة كان يجريها بلينكين للمنطقة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تنسحب من محور فيلادلفيا تحت أي ظرف، ووصفت واشنطن تلك التصريحات بأنها متشددة وليست بناءة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وعقب اجتماعه مع نتنياهو، وصف بلينكين أحدث مساعي التوصل إلى اتفاق بأنها الأفضل على الأرجح وربما تكون الفرصة الأخيرة، وقال إن اجتماعه مع نتنياهو كان بناء، مضيفا أنه يتعين على حماس قبول الاقتراح الذي يهدف لتقريب المواقف بين الجانبين. وردا على تصريحات بلينكين، قال القيادي في حماس سامي أبو زهري إن الوزير الأمريكي يصر على مواصلة الكذب، وهذا أحد أسباب فشل الجهود للتوصل إلى اتفاق. وتتهم حماس إسرائيل بعرقلة الاتفاق بمطالب جديدة، وتقول إنها لا تزال ملتزمة بالشروط التي اتفقت عليها مع الوسطاء في يوليو الماضي على أساس اقتراح قدمته الولايات المتحدة في مايو. وعلى مدى شهور دارت محادثات على نحو متقطع حول القضايا ذاتها، إذ تقول إسرائيل إن الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا بالقضاء على حماس كقوة عسكرية وسياسية، في حين تقول حماس إنها لن تقبل إلا بوقف إطلاق نار دائم. كان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن شدد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضرورة إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة الأسرى والمحتجزين. وأوضح بيان البيت الأبيض أن الاتصال تطرق إلى المحادثات المقبلة في القاهرة الرامية لإزالة أي عقبات أمام التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحث جهود الولايات المتحدة لحماية إسرائيل من تهديدات إيران والجماعات المرتبطة بها. في تصريحات خاصة لقناة النيل الأخبار، قال سامويل ووربرغ المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن ستواصل جهود الوساطة لإنهاء الحرب في غزة. الولايات المتحدة بتنسيق مع الوسطاء مع قطر ومصر قدمنا مقترح لسد هذه الفجوات للجانبين. نحن سمعنا مباشرا رد فعل إيجابي من الجانب الإسرائيلي، لازم نسمع الرد الفعل عبر هذه المفاوضات من حركة حماس، ولكن نحن ما زال نشتغل ليلا ونهارا ومدار ساعة لإنهاء هذه الحرب.
ولذلك نحن نتوقع الناس نسمع أكثر في الأيام المقبلة، كما ذكرتي ستكون جولة جديدة ممكن في القاهرة، ونحن نتوقع أن كل الأطراف سيستمر في أو ستستمر في هذه الجهود الرامية، لأن حان الوقت كما سمعنا من وزير بلينكين، ليس هناك وقت الآن، لازم نشتغل لإنهاء هذه الحرب اليوم. كما أكد ويربيرغ أن الولايات المتحدة تبذل جهودا كبيرة مع الوسطاء لممارسة ضغوط على إسرائيل وحركة حماس للقبول باتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. مرارا وتكرارا هذه العشر شهور، ولن نتردد من عمل ذلك إلى من لازم الأمور. وفي نفس الوقت نحن في المناقشات والتواصل مع الجانب القطري والمصري، لأن معروف أن الولايات المتحدة ليس لديها تواصل مباشر مع حركة حماس، ولذلك نحن نحث كل أطراف المنطقة، ليس فقط مصر وقطر، ولكن كل الأطراف التي لديها تواصل أو أي نفوذ مع حماس لمارس ضغط على حماس لقبول اتفاق. إذن كلنا، ليس فقط الولايات المتحدة، ولكن الولايات المتحدة، مصر، قطر، كل الدول في المنطقة، الأمم المتحدة، كلنا من اللازم أن نشتغل كل الوسائل لدينا للضغط على الاثنين الجانبين لقبول بهذا الاتفاق. مع تزايد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، يزداد تعنت قوات الاحتلال في دخول المساعدات إلى القطاع الذي يحتاج أهله إلى أمس أنواع المساعدات الإنسانية والطبية، في ظل قصف متواصل وتهجير قسري وانهيار في المنظومة الصحية. ينضم إلينا من العريش الزميل أحمد هندي، مراسل النيل الأخبار. أحمد، ما هي آخر التطورات لديك؟ نعم، هنا دخل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبي سالم اليوم 90 شاحنة مساعدات وسبع شاحنات وقود بين غاز وسولر، لكن الرقم ليس نهائي بعد، فقد خرج 40 شاحنة من التي دخلت بعد تفريغ 30 منها، و10 خرجت دون تفريغ برفض من الجانب الإسرائيلي. إذن 50 شاحنة التي ما زالت بالداخل لا نعلم تماما أي منهم سيتم تفريغ حمولتها وأي منهم ستعود برفض إسرائيلي. الملاحظ والتأكيد على ما يحدث خلال اليومين الماضيين أن الرفض يأتي في أغلبه إلى المساعدات الطبية، كأنه تعمد من قوات الاحتلال عدم دخول أي مساعدات طبية لإغاثة أهالي غزة واللحاق بمستشفياتها التي تنهار، تماما حسب ما قال هاني الثوابتة مدير المكتب الإعلامي في قطاع غزة، والذي أفاد أن هناك أكثر من 85% من المستشفيات في قطاع غزة قد انتهت وخرجت تقريبا من الخدمة، إلا بالقوى البشرية التي يعتمدون عليها الآن في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. قل القصف الموجود اليوم، لم نلاحظ وجود قصف كبير في منطقة غزة، كنا نراه من هنا ونرى أعمدة الدخان، لكن اليوم لا يوجد قصف بنفس الكمية ونفس الحجم الذي كان بالأمس وأول أمس، لكن ما زال هناك نلحظه بين حين والآخر. على أي حال ننتظر كم شاحنة ستخرج وننتظر لنهاية اليوم لنرى كيف ستسير العمليات إدخال الشاحنات وإدخال المساعدات إلى داخل قطاع غزة. نعم، من رفح الزميل أحمد هندي، شكرا جزيلا لك. في ختام اجتماعهم الثاني بمقر جامعة الدول العربية، طالب الوزراء العرب المعنيون بالحد من مخاطر الكوارث بتقييد سلطات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالتنقيب عن الآثار والمحافظة على التراث. كما طالب الوزراء العرب خلال اجتماعهم بإيقاف الحفر والأنفاق والمشاريع غير القانونية بالقدس الشرقية. لمواجهة الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية وتبادل الخبرات، انطلقت فعاليات الاجتماع الثاني على مستوى الوزراء العرب المعنيين بشؤون الحد من مخاطر الكوارث، ومشاركة عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الحد من الكوارث. تولي مصر اهتماما بالغا في إدارة الأزمات والكوارث، سواء الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان. أنشأت مصر العديد من المنظومات في هذا الشأن، منظومات خاصة بالزلازل، منظومات خاصة بالفيضانات، منظومات خاصة بالتعديات على أراضي الدولة، منظومات خاصة بالنجدة وسرعة الاستجابة، منظومات خاصة في الحرائق، منظومات خاصة بالسيول.
المنظومات دي بتدي مصر قدرة على الانذار المبكر، وده أهم أحد الاستعداد. تضمن جدول أعمال الاجتماع عدة مواضيع تخص رصد الكوارث الطبيعية وتأثير الحرب على قطاع غزة. طبعا نشارك اليوم في الاجتماع الثاني لوزراء العرب المعنيين بشؤون الحد من مخاطر الكوارث، والذي يأتي لمتابعة تنفيذ توصيات الاجتماعات السابقة، والتي من ضمنها تمكين دولة فلسطين لإنشاء منظومة وطنية متكاملة للحد من مخاطر الكوارث سواء كانت الطبيعية أو غير الطبيعية، والتي نشهدها حاليا بالحرب على قطاع غزة وما شهده من تدمير. في هذا الاجتماع في ظل تداعيات كبيرة تواجهها المنطقة العربية من تغيرات مناخية وبيئية وكوارث خطيرة أسهمت بشكل كبير في زيادة معدلات التصحر وحرائق الغابات وندرة المياه، ومتابعة بنود الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث وخارطة الطريق العربية للاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية. يأتي هذا الاجتماع لتوحيد الرؤى بين مختلف الدول العربية تجاه الكوارث التي أثرت على المجتمعات العربية في المرحلة الحالية بسبب تغيرات المناخ وتأثيرها على الأمن الغذائي العربي وكذلك على التنمية في المجتمعات العربية. لذا يأتي تبادل الخبرات بين مختلف الدول العربية لتوحيد الرؤى تجاه تلك المعوق الذي يؤثر على التنمية في مختلف الدول العربية. من داخل الجامعة العربية منذر أبو دوح، أني الأخبار. اعتبر وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري أن الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان اعتداءات ضد الدولة اللبنانية وليست فقط ضربات ضد حزب الله. جاء ذلك في تصريحات خاصة لوزير الإعلام اللبناني لقناة النيل للأخبار. من قصف صيدا من قصف الجنوب اللبناني، وقت يعني الإسرائيليين هن بيحرقوا بساتين وبيدمروا منازل، بالنهاية هيدا لبنان، يعني إن كان حزب الله أو غير حزب الله، يعني كل البلد يتأثر. لا، نحن نعتبر وكحكومة أنه لا، في اعتداء إسرائيلي على لبنان ككل، على الجمهورية اللبنانية. يتواصل التصعيد على الحدود الجنوبية اللبنانية بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث دوت صفارات الإنذار في كريات شمونة وبلدات عدة في محيطها شمالي إسرائيل. وخلال 24 ساعة الماضية شنت جماعة حزب الله هجوما على مواقع عسكرية إسرائيلية بأسراب من المسيرات، ردا على الغارات الإسرائيلية التي تم خلالها اغتيال القيادي العسكري في حركة فتح خليل المقدح. كثفت إسرائيل ضرباتها على لبنان وقتلت القيادية في الجناح العسكري لحركة فتح خليل المقدح في غارة في صيدا، في أول استهداف للحركة الفلسطينية منذ بدء الحرب في غزة، حيث نفذت مجددا ضربات دامية. حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس اتهمت إسرائيل بأنها تريد إشعال المنطقة عبر اغتيال المقدح. وخلال الساعات 24 الأخيرة نفذ الجيش الإسرائيلي عدة غارات على جنوبي وشرقي لبنان أسفرت عن مقتل 6 أشخاص بحسب السلطات اللبنانية. وقالت إسرائيل إنها استهدفت المقدح لارتباطه بالحرس الثوري الإيراني وقيادته هجمات ضدها في الضفة الغربية المحتلة. من جانبه أطلق حزب الله صواريخ على شمالي إسرائيل، حيث سجل الجيش الإسرائيلي وإطلاق نحو 100 مقذوف على هذا القطاع وكذلك على الجولان السوري المحتل بمنطقة كتسرين. استعدادا للجبهة الشمالية زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قاعدة رامات دافيد الجوية شمال إسرائيل للاطلاع على جاهزية سلاح الجو. وخلال عقده جلسة نقاش مع كبار المسؤولين في سلاح الجو وقائد منظومة الدفاع الجوي، قال نتنياهو إن الجيش على أتم الاستعدادات لأي سيناريو للدفاع أو الهجوم. أنا هنا في قاعدة سلاح الجو لمراقبة استعداداتنا عن كثب ضد التهديدات القريبة والبعيدة. نحن مستعدون لأي سيناريو سواء في الدفاع أو الهجوم. سلاح الجو هو قبضتنا الحديدية التي تعرف كيف تضرب البطن الرخو لأعدائنا. يقوم الطاقم الأرضي والطيارون والقادة هنا بعمل بطولي، لقد أثبتوا ذلك مرارا وتكرارا. أما المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر حذر من أن إسرائيل سترد بقوة على العدوان المستمر لحزب الله، مضيفا أن لبنان سيتحمل مسؤولية الهجمات التي تنطلق من أراضيه.
أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تدمير نظام صواريخ أرض جو ورادار تابعين للحوثيين خلال 24 ساعة الماضية. وذكرت القيادة في بيان لها أنه تم تحديد هذه الأنظمة على أنها تشكل تهديدا واضحا ووشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي والسفن التجارية. تزامنا أعلنت شركة أمري البريطانية للأمن البحري أنه تم رصد حريق في البحر الأحمر على بعد 58 ميلا بحريا جنوب غربي صليف في اليمن، وسط توقعات بأن يكون الحريق نشب عن تدمير زورق مسير. في غضون ذلك أعلن الجيش الأمريكي وصول حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن والمدمرات المرافقة لها إلى منطقة الشرق الأوسط بعد أوامر وزير الدفاع لويد أوستن للمجموعة البحرية بتسريع عملية انتقالها إلى المنطقة. وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط سنتكوم أن حاملة الطائرات USS إبراهام لينكولن دخلت نطاق مسؤولية سنتكوم، موضحة أن الحاملة تعد هي السفينة الرئيسية في مجموعة حاملات الطائرات الضاربة الثالثة، ويرافقها أسطول المدمرات ديسورون 21 وجناح حامل الطائرات CVW التاسع. وبذلك يرتفع عدد حاملات الطائرات الأمريكية الموجودة حاليا في الشرق الأوسط إلى 2 مع تزايد المخاوف من تصعيد عسكري إقليمي. إلى اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، وينضم إلينا من هناك حمادة العربي مراسل النيل الأخبار. حمادة، بعد التحية أطلعنا على أبرز ما جاء في اجتماع الحكومة اليوم. تحياتي إليك زميلي العزيز ولكل مشاهدي النيل الأخبار. بالفعل بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اجتماع الحكومة هذا الأسبوع يناقش عدد كبير من الملفات على أجندة اجتماع المجلس. أهم هذه الملفات الملفات الاقتصادية، حيث كان لرئيس مجلس الوزراء عدد من اللقاءات على مدار هذا الأسبوع سواء مع وزير المالية وكذلك وزير البترول ووزير التموين على وجه محدد. ولقائه مع وزير التموين خلال هذا الأسبوع أكد على ضرورة توفر السلع الاستراتيجية للمواطنين، إضافة أيضا إلى تطوير بعض المنافذ الخاصة بتوزيع السلع التموينية منها المجمعات الاستهلاكية وأيضا مشروع جمعياتي بشكل كبير. يضاف أيضا إلى ذلك أن هناك لقاء في هذا الأسبوع مع وزير المالية ووزير البترول لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية خلال المرحلة القادمة للتأكيد على جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير إلى الأراضي المصرية، إضافة طبعا إلى زيادة إنتاج الزيت الخام وأيضا الغاز الطبيعي. يضاف أيضا إلى ذلك مناقشة عدد آخر من الملفات المتعلقة بالملفات السياسية وأيضا الملفات الأمنية، والتأكيد على أن القرارات التي اتخذت خلال الفترة الماضية فيما يخص مسألة الحبس الاحتياطي لاقت قبولا واسعا من لجنة الحوار الوطني، وخاصة بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتخاذ الإجراءات التشريعية الخاصة بالحبس الاحتياطي، والتأكيد على أن مصر تقف جنبا إلى جنب مع حقوق الإنسان بشكل كبير تقليل مدة الحبس الاحتياطي. يضاف لكل ذلك هناك عدد آخر من الملفات المتعلقة بتهيئة بيئة الاستثمار وكذلك التأكيد على خفض الأسعار بشكل كبير ومتابعة جميع المستلزمات المعيشية للمواطنين بشكل يؤكد على وقوف الحكومة بشكل كبير إلى جانب المواطن من خلال تخفيض الأسعار وأيضا متابعة الأسواق ومنع الاحتكار. شكرا لك حمادة العربي مراسل النيل للأخبار، كنت معنا مباشرة من مدينة العلمين الجديدة متابعا لاجتماع الحكومة اليوم. وإلى أخبار الاقتصاد، حيث ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم آخر جلسات الأسبوع وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب، بينما مالت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 2.69 تريليون جنيه وسط تداولات كلية بلغت نحو 12.4 مليار دولار. ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق EGX 30 بنسبة بلغت
42%، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.66%، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 1.35%. تخطت المحال المشاركة في الأوكازيون 3000 محل. وأكد أصحاب المحال المشاركة أن نسب التخفيضات وصلت إلى 50% لبعض السلع. وللمزيد من المشاركة ينضم إلينا مراسل النيل الأخبار رمضان الشحات. رمضان، لو تطلعنا على الجديد لديك ومتابعتك لعدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي، وأيضا حجم الإقبال من المواطنين والتفاعل مع هذه التخفيضات المعلنة. يعني بالطبع عندما نتحدث عن الأوكازيون فإننا نتحدث عن عدد محال تخطى حوالي 3000 محال تجارية كما ذكرت في مطلع الخبر. ولكن عندما نتحدث عن هذا الأوكازيون فإننا نتحدث عن فرص سانحة، وهذا هو المعنى الحقيقي لكلمة أوكازيون، فهو فرصة سانحة للكل سواء كانت للمواطن والتي تزيد معه القوة الشرائية، خاصة وأن المواطن بدلا من أن يشتري قطعة واحدة يستطيع أن يشتري قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطع. وهو أيضا فرصة سانحة للتاجر الذي يستطيع التخلص من البضاعة أو كما يطلقون عليها البضاعة الراكضة. الأوكازيون لا يختص فقط بالمحال التجاري بالمحال الملابس، ولكن هناك أنشطة أخرى تشارك في الأوكازيون مثل الأدوات المنزلية التي يستطيع المواطن أيضا شراءها بتخفيضات، ومحلات الأحذية أيضا. عندما نتحدث عن التخفيضات الموجودة في الأوكازيون فنحن نتحدث عن تخفيضات كما ترى من خلفي تصل إلى حوالي 50%، وهناك أيضا بعض المحال التي تشارك في الأوكازيون بنسبة تصل إلى 70%. أما الإقبال فنحن ما زلنا في الساعات الأولى من الصباح، وبالتالي فعملية الرواج وعملية إقبال المواطن على المحال المشاركة في أوكازيون فإنها تبدأ من بعد أذان العصر نهاية مع الساعات الأولى للمساء وحتى بعد الساعة العاشرة مساء. فالأوكازيون يخضع لرقابة كبيرة، وهناك أيضا إشراف كبير على الجودة المعروضة من السلع، ولابد من وضع سعرين على السعر قبل عملية الدخول في الأوكازيون، وسعر أيضا بعد عملية الدخول في الأوكازيون. فالأوكازيون كما قلت سابقا هو فرصة سانحة للكل سواء كانت للمواطن أو للتاجر. إليك. شكرا لك رمضان الشحات مراسل النيل للأخبار، كنت معنا مباشرة. أعلن رئيس الهيئة العامة للموانئ بالسعودية عمر حريري تدشين أكبر منطقة لوجستية في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي باستثمارات 1.3 مليار ريال سعودي. من جانبه أكد المدير التنفيذي لميرسك السعودية أن هذا المشروع يعد أكبر استثمار لشركة ميرسك في قطاع الخدمات اللوجستية عالميا، حيث يسهم بضخ 250 مليون دولار أمريكي في الاقتصاد السعودي. من المتوقع أن يجذب استثمارات قيمتها 340 مليون دولار أمريكي. سجل معدل نمو الأسعار في روسيا في شهر يوليو الماضي ارتفاعا بنسبة 1.14% على أساس شهري، وبنسبة 29% على أساس سنوي، وفقا لبيانات وكالة الإحصاء الوطنية الروسية روسوستات. تسارع نمو الأسعار المعدل موسميا بنسبة 1.33% في شهر يوليو على أساس شهري. وقد ساهمت فهرسة التعريفات بشكل كبير في هذا الارتفاع. كان البنك المركزي الروسي قد اتخذ إجراءات للعمل على خفض التضخم، وقام برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في شهر يوليو ليصل إلى 18% في محاولة للسيطرة على التضخم.
تراجعت أسعار النفط لخامس جلسة على التوالي في ظل تزايد الضغوط بسبب مخاوف مرتبطة بالطلب العالمي رغم انخفاض مخزونات الوقود في الولايات المتحدة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات إلى 75.96 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا إلى 71.74 دولار للبرميل. وتترقب الأسواق أيضا أن توقف منظمة البلدان المصدرة للبترول والمجموعة الأوسع التي تضم حلفاء مثل روسيا والمعروفة باسم أوبك بلس بعض تخفيضات الإنتاج الطوعية في أكتوبر، مما سيساهم في إضافة المزيد من المعروض. إلى أسعار المعادن النفيسة، حيث انخفضت أسعار الذهب وتخلت عن أعلى مستوياتها على الإطلاق التي سجلتها في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك وسط ارتفاع الدولار قبل نشر بيانات للوظائف في الولايات المتحدة وخطاب رئيس البنك المركزي الأمريكي الذي قد يقدم مزيدا من المؤشرات حول توقعات أسعار الفائدة. وهبط الذهب في المعاملات الفورية نصفا في المئة إلى 2500 دولار و65 سنتا للأوقية، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 14% ليصل إلى 2537 دولارا و10 سنتات. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 19% لتصل إلى 29 دولارا و37 سنتا للأوقية، وهبط البلاتين 41% ليصل إلى 959 دولارا و76 سنتا. ننتقل إلى أسعار العملات، حيث تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام مقابل اليورو والجنيه الاسترليني، إذ دعمت سياسة البنك المركزي الأمريكي التي تميل للتيسير النقدي وإشارات جديدة على ضعف سوق العمل الأمريكي قرب خفض أسعار الفائدة. وانخفض الدولار 0.11% إلى 145.95 ين بعد أن هبط في وقت سابق إلى 144.86 ين. وتراجع اليورو على نحو طفيف إلى 1143 دولار بعد ارتفاعه إلى 1137 دولار للمرة الأولى منذ يوليو 2023. كما انخفض الجنيه الاسترليني إلى 1384 دولار بعد ارتفاعه إلى 1135 دولار في الجلسة السابقة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام نشرتنا، إليكم أبرز ما كان فيها من أنباء. عبد العاطي يتوجه إلى اليابان للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا التيكاد. 25 شهيدا وعشرات الجرحى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على أنحاء قطاع غزة. الجيش الأمريكي يدمر منظومة صواريخ تابعة للحوثيين ويعلن وصول حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط. ختام نشرتنا، شكرا لكم، إلى اللقاء.